متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية، نبدأها بالتوقعات الجوية ليوم الأحد. تبقى المملكة ضمن تأثير أحوال جوية باردة، هناك كتلة هوائية سبق وأن تحدثنا عنها، هي تعتبر شديدة البرودة ومن أصول قطبية، وصلت بشكل نادر إلى المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط وتسببت بانخفاضات كبيرة في درجات الحرارة. يوم الأحد درجات الحرارة كما نلاحظ في مستويات شتوية في أغلب المناطق، فرصة لزخات من الأمطار في المنطقة الشمالية من المملكة. في العاصمة درجة الحرارة 12 إلى 7 درجات مئوية، 15 إلى 9 في المناطق الشمالية، 10 إلى 5 درجات مئوية في جبال الشراء، 16 إلى 7 درجات مئوية في البادية الجنوبية، 24 إلى 15 درجة مئوية في العقبة، بينما تكون في المناطق الشرقية 19 إلى 6 درجات مئوية مع هبوب لرياح قوية. تبقى الأجواء أيضا يوم الاثنين باردة بشكل عام، مع بالرغم من الارتفاع القليل المتوقع درجات الحارة، تستقر الأجواء من حيث الأمطار، لا يوجد هناك فرص للهطولات المطرية، ظهور الكميات من السحب والغيوم في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة، أقل غيوم في المنطقة الجنوبية، وبالتالي فرصة يعني ثبوت رؤية هلال شهر رمضان أثناء التحرير تكون أفضل كلما اتجهنا للمناطق البادية الصحراوية وكلما ابتعدنا عن المناطق الشمالية والوسطى من المملكة. تكون درجات الحرارة على النحو الآتي: 14 إلى 6 في العاصمة عمان، 16 إلى 6 في المنطقة الشمالية، 12 إلى 6 في جبال الشراء، 18 إلى 8 في البادية الجنوبية، 26 إلى 15 في خليج العقبة، بينما تكون في المنطقة الشرقية من 21 إلى 7 درجات مع استمرار نشاط الرياح الأحيان تكون قوية ومثيرة للغبار، والتنبيه على أن درجات الحرارة في ساعتين تبقى باردة إلى شديدة البرودة والأجواء باردة. ارتفاع آخر متوقع درجات حرارة يوم الثلاثاء مع أجواء مشمسة في أغلب المناطق مائلة للبرودة في مناطق عدة بالرغم من هذا الارتفاع، تكون أكثر دفئا في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. تكون مثلا في خليج العقبة درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية في ساعات النهار وصغرى 18 درجة مئوية، 22 إلى 11 في البادية الجنوبية، 15 إلى 9 في جبال الشراء، 17 إلى 9 درجات مئوية في العاصمة عمان، 18 إلى 10 في المناطق الشمالية من المملكة، وتكون في المنطقة الشرقية من 21 إلى 10 درجات مئوية. أما يوم الأربعاء فالمزيد من الارتفاع درجات الحرارة، تعود يوم الأربعاء درجات الحرارة إلى معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. الطقس يكون ربيعي لطيف في أغلب درجات الحرارة مرتفعة عما كانت عليه في بدايات هذا الأسبوع، تصل إلى 22 درجة مئوية في العاصمة عمان في ساعات النهار، الصغرى أيضا درجات حرارة تتحسن في ساعات الليل بشكل لافت، تصبح 15 درجة مئوية في ساعات الليل، وهي أعلى ليلة الخميس يعني الأربعاء على الخميس أعلى درجة حرارة في ساعات الليل مما هو عليه الحال في ساعات النهار ليوم الأحد. 23 إلى 15 في إربد، 20 إلى 14 في جبال الشراء، 25 إلى 16 درجة مئوية في البادية الجنوبية، 31 درجة مئوية في المنطقة الجنوبية في العقبة، و23 درجة مئوية درجة حرارة الصغرى، والمنطقة الشرقية تكون من 26 إلى 15 درجة مئوية. طبعا سيصادف يوم الأربعاء دخول شهر رمضان أو يكون ثاني أيام شهر رمضان، وبالتالي هذا تقريبا لمحة عن كيف سيكون الطقس في بدايات شهر رمضان. يوم الخميس المزيد والمزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، يكون الطقس بشكل عام ربيعيا دافئا في كافة ومعظم مناطق هناك، ظهور الكميات من السحب والغيوم المتوسطة والعالية، تميل الأجواء للحرارة في منطقة العقبة والأغوار والبحر الميت. تكون درجات الحرارة في المملكة على النحو التالي: 26 إلى 17 في العاصمة، 27 إلى 17 في إربد والمناطق الشمالية، 23 إلى 16 في جبال الشراء، 28 درجة مئوية إلى 17 في البادية الجنوبية ومدينة معان، 35 درجة مئوية في العقبة في ساعات النهار والصغرى، 23 درجة مئوية. أما في المنطقة الشرقية فتكون 30 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى، 17 درجة مئوية. نختم هذه النشرة الجوية الأسبوعية بيوم الجمعة الذي يتوقع أيضا أن يحظى بالمزيد من الارتفاع على درجات الحرارة والمزيد من درجات الحرارة التي هي أعلى حتى من المعدلات المعتادة. تكون درجة الحرارة في العاصمة عمان 27 في ساعات النهار والصغرى، 16 درجة مئوية. الأجواء تكون ربيعية دافئة في كافة المناطق، تميل حتى للحرارة في ساعات الظهيرة والعصر وخاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، تصل مثلا في العقبة إلى 36 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 25، 28 إلى 19 في البادية الجنوبية، 23 إلى 15 في جبال الشراء، 29 إلى 16 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، وتكون في المنطقة الشرقية من 33 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى إلى 19 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة لهذا الأسبوع الذي يتميز بأنه أسبوع متقلب بشكل حاد
ما بين بدايته ونهايته، دخول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، سيتسم بارتفاع تدريجي ومضطرد على درجات الحرارة وعودة الأجواء الربيعية ومن ثم تحولها للأجواء الدافئة. أتمنى لكم جميعا أسبوعا موفقا أينما كنتم، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.